السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، عالم الريتيل والسوبر ماركت. إن شاء الله هنكمل حلقات المهام الوظيفية. والمهام الوظيفية النهاردة معانا المهمة مهمة جدا، وهي مهمة منسق التوريدات أو لوجيستيك اللي هو تابع لإدارة الإمداد والتأمين أو السبلاي تشين. الراجل بتاع اللوجيستيك ده يعني عنصر مهم جدا في الفرع، ان هو مسؤول عن تكمله النواقص الفرع، مسؤول عن الرواكد الموجوده في الفرع، المرتجعات الموجوده في الفرع. يبدا يبلغ الشركه، بيبدا يشتغل على رواكد ان هو ممكن يعمل تنسيق ما بين الفروع، يحول الفروع او يرجعها المخزن ويرجعها للشركه. مسؤول عن المرتجعات الموجوده في الفرع، ان هو بيبلغ الشركه ان هي تشيل المرتجعات ان شاء الله مع عرض زياره او يكتب لها على الفاتوره، بحيث ان الراجل بتاع الاستلامات الاف ام سي وهو بيستلم الـ الشركه يقدر يرجع المرتجعات، وهو عنده علم بالموضوع ده. هيعرف ازاي؟ هيعرف ان حضرتك كاتب له على الفاتوره ومضي المندوب عليها. فطبعا طالما المندوب خد الفاتوره ومضى عليها وبيرجع بيها تاني مره، الراجل بتاع الاستلامات بيرجع المرتجعات اوتوماتيك عنده. يبقى انت كده عملت لينك ما بينك وبين الراجل بتاع الاستلامات. طبعا الموضوع زياده الرواتب قلنا بيوزعها على الفروع. طبعا يبقى هو بيشتغل على حتتين مهمين جدا: احضار النواقص، العمل على زيرو ستوك، تخلص من الرواكد، تخلص من المرتجعات. طبعا بيعمل جدول للموردين، ما يبقاش مثلا قاعد في يوم بيبص يلاقي مثلا في 60 شركه واقفه على دماغه بيعمل لهم اوامر توريد، ويوم تاني يبقى قاعد مش لاقي ولا شركه، شركتين ثلاثه بخص بيخشوا عليه. فهو بيبدا يعمل الجدول بتاعه بحيث انه يتناسق مع الايام، ومع طبعا مع مبيعات الفرع واحتياجات الفرع. طبعا بيعمل طبعا هو الراجل ده لازم يكون ملتزم باليونيفورم، وملتزم بيبقى ملتزم اداريا للفرع وفنيا للراجل بتاع مدير الاداره بتاعت اللوجيستيك او مدير المنطقه. طبعا بيبقى عنده تقارير بيشتغل عليها، اللي هي النواقص، الرواكد، المرتجعات، الحاجات دي كلها لازم بيقفلها يوميا. طبعا بيبقى هو الراجل ده مسؤول عن تحقيق اهداف الشركه، مثلا اللي هو الاهداف بتاعته تبقى ايه، ما بتكونش المبيعات بس، الزيرو ستوك، الرواتب، الحاجات دي كلها بيبقى لها نسب هو بيشتغل عليها. فالراجل ده بيبقى ليه اهداف كده بيشتغل عليها. فالمفروض يعني مدير الفرع بيساعده، هو بيساعد مدير الفرع، وعنصر مهم جدا داخل الفرع. لو احنا استغلناه الفرع بيعلو بوجود الاصناف، مش عندنا زيرو ستوك، ما عندناش رواتب، ما عندناش مرتجعات. نراجع مع بعضنا: الالتزام بتعليمات مدير الفرع، العمل على تكمله التشكيل السلعي، العمل على التخلص من الرواتب والمرتجعات، العمل على عدم وجود اصناف غير معروضه. يعني ممكن يدخل المخزن بتاع الفرع يعمل مقارنه ما بين مخزن الفرع والصاله، ويشوف لو في اصناف موجوده في المخزن، بيخلي الناس بتاعه الجروسري او بتاعه التجميل او بتاعه الموظفات يعرضوها. عمل جدول للموردين، يعني عمل جدول ثابت للموردين بيتغير بقى طبعا كل وقت على حسب احتياج الشركه، اللي هو ما يجيش مثلا في يوم زي ما قلنا في بداية الحلقة يلاقي عنده 60 شركة في يوم، وفي يوم تاني مش لاقي أي حاجة يعملها، قاعد بس كده ماسك ورقة وبيهوي أو قاعد قدام التكييف. طبعا الراجل ده بيلتزم باليونيفورم والنظافة الشخصية، البيرسونال هيجين بتاع على حسب سياسة الشركة. طبعا بيلتزم بالتقارير المطلوبة منه، اللي هي مشاكل التوريد والنواقص والزيرو ستوك والمشاكل مع المخزن. الراجل ده بيعمل برضه بيسحب المخزن كسحبة سيم، ويعمل فلوك اب اللي هو بيعمل شيت اكسل للمخزن، وبيجيب المخزون بتاع الفرع ويبدا يقارنهم مع بعض بطريقه الفلوك اب، وبيشوف اللي موجود في المخزن مش موجود في الفرع وبيبدا يطلبه. طبعا اللي عمل تحقيق اهداف الشركه، يعني تحقيق اهداف الشركه اللي هو بيبقى بالنسبه له هو المبيعات وعدم وجود وزيرو السوق وعدم وجود مرتجعات وعدم وجود رواتب. ده بالنسبه للراجل بتاع منسق التوريدات او لوجيستيك. طبعا وبيعمل اوامر التوريد دي باول باول، وبيبلغ مدير الفرع وبيمضي مدير الفرع على اوامر التوريد بحيث ان يبقى في لينك متواصل ما بينهم. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله مع مهمه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.